على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين أما بعد ودنا يتكبراتكم يا سنات بيتكتتاوج زارم سلا مكارم الأخلاق لمن نقاقر سلا ملكام سنا مدبار نبياتنا عليه الصلاة والسلام አደራ ስላሉ ነጥቦች ነገሮች ለማንሳት ተገናኝተናል። መካሪሙ الاخلاق كتبለው كإمام الطبراني كتاب ከጣውን ክፍል ነው የምንመለከተው። ባለፈው ጀምረናው የነበርነው የቲምን ስለመንከባከብ የቲም የሆነን ሰው ልጅ ማለትም ለአካለ መጠን ሳይደርስ ወላጁ የሞተበት ልጅ መንከባከብና የሱ ኃላፊ መሆን ያሉትን ትሩፋቶች ያነሳሳን ነበር። أهلا إن شاء الله تزيهوا يتكررت حديثه جنالا. قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب ابن نجدة الحوطي قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن الحسن بن دينار عن الأسود بن عبد الرحمن عن هشام بن كاهب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرب الشيطان مائدة فيها يتيم. أبو موسى الأشعري بزقبوا للحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منالو شيطانكو يتيم يقرب بثن يتيم يقرب بثن ما أد أيد أقاو ما يقربهم يتيم يقرب بثن ما أد لي يتيم تكمتون يقرب بثن ما أد لي شيطان أيد أقاو ما يقربهم بلا والنبياتنا عليه الصلاة والسلام يعني يتيم بمنور المكنيات زي ما أدلي شيطان أي كرب مالته. كتاب حديث كزيوه يتيازنو قال حدثنا المقدام بن داود المصري قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم ولان له في الكلام ورحم يتمه وضعفه ولم يتطاول على جاره بفضل ما أعطاه الله حديثه ضعف يلا تشوك مهنا تشوك في فضائل الأعمال يسرى باتشوال علماء إجماع الجوال فضائل الأعمال هي أنها نسرات كم فضيلات بلوم يتقصوا حديثوش لي ده كم يالو حديثوش يسرى باتشوال إلا إذا كان ضعفه شديدا بتقام كبات دكمت كان لغن أي سرى باتشوال مالثا إن حديث أبو مريرا ناتشو إذا قمت يا الله ملك تنياس صلى الله عليه وسلم من هل والذي بعثني بالحق بأونت بلاكي كتاب الله يهون الدنيا الله من الله لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم لا يتم يرارا لا يتم يزننسو الله تعالى يقيامك أن أيك أو مر سبحان الله لا يتم يرارا ولان له في الكلام نقرن مويل سل 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 شاكرا يهون نقر يتنقر يعني ይሄንን የቲም ኢዝዓጅም ያረገም ይጎዳ የሚያስከፋ የሚያሳዝን ንግግርን ያልተናገረ ንግግሩን ለስላሳ አደረገለት ሰው እንዲህ አይነት ንሰው አላሁ ተዓላ የቂያማ ቀን አይቀጣው ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወራሂማ ይትመሁ ወضعፈህ የቲምነቱን ወላጅ አልባነቱን አይቶ ያዘነለት ደካማነቱን አይቶ ያዘነለት ሰው አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ የቂያማ ቀን አይቀጣው ይላሉ። يعني لبزو اجروش سبب هنا ليه نجر ليه تي مرارات لا ما زال وانجل من مر سبب هنا يعني الله عليك طاو مرس ولم يتطاول على جاره بفضل ما اعطاه الله عندهم نمو الى ان يوبهر يلمو الله بسطو
ትርፍ በሰጠው ችሎታ ጎረቤቱ ላይ ተጧውል ያደረገ ያኒ ጎረቤቱ ላይ ያልተንጠራራ ወይም ጎረቤቱ ላይ ራሱን ከፍ ከፍ ያላደረገ ሰው ያንን ጎረቤቱን እኔ እኮ እንዲህ አለኝ ብሎ ያልተኩራራበት ሰው ራሱን ከፍ ያላረገበት ሰው እንዲህ አይነቱን ሰው አላህ አይቀጣውም። ያኒ እነዚህን ባህሪዎች የሚያሟላ ማለት ነው። ለየቲም የሚያዝን ጥሩ ለስላሳ ንግግር የሚናገር እንዲሁም ደካማነቱን የቲምነቱን አውቆ አስቦ የሚያዝንለት ሊላህ ብሎ የሚያዝንለት እና ጎረቤቱ ላይ ደግሞ አላህ በሰጠው ችሎታ እኔ እንዲህ አለኝ እኔ እኮ እንዲህ ገንዘብ አለኝ ሀብታም ነኝ እንዲህ አረጋለሁ ብሎ እዚያ ጎረቤቱ ላይ ከራሱን ቀና ቀና ያላረገበት ራሱን ከፍ ያላረገበት ሰው እኔ ነው የምሻለው ከሱ ብሎ ያልተኩራራ ሰው ሙተዋዱዕ የሆነ የሚተናነስ ለጎረቤቱ ጥሩ የሆነ ሰው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የቅያማ ቀን አይቀጣውም። በአላህ ምን አለሁ አሉ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። 106ኛ ሐዲስ ላይ ደርሰናል። ቃለ ሐደሰና ያሕየ ብኑ ዑስማን እብኒ ሳሊሕ قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسح رأس يتيم كتب الله له بكل شعرة من رأسه حسنة ومن كان عنده يتيم أو يتيمة له أو لغيره كنت أنا وهو في الجنة هكذا ونصب أصبعيه وقرنهما. سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مسح رأس يتيم بالتنكير عندنا نسخة شوية على يتيم من الله نذكر ትክክለኛ ንስሐዎች ላይ መመሰሐ ራእሰ የቲምን አየ የቲም ማለት ነው። የትኛው የቲምን ራስ ያበሰ ሰው ከተበ አላሁ ለሁ ቢኩል ሸዕረትን ሚን ራእሲህ ሐሰነ። ስብሓንላህ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ጸጉር ላይ ባለው የቲሙ ጸጉር ልክ መረት ብየድሁ ማለት ነው። እጁ ባለፈበት የየቲም ጸጉር ልክ አላህ ሐሰናትን ይጽፍለታል። كتب الله له بكل شعرة من رأسه حسنة عندنا حديث جلي بكل شعرة مرت به يده أجو يالف أبات أجو ينكو يا راس أقور مالك ريتي من زقور بزياك وترلك حسنات يصف الله تعالى. ومن كان عنده يتيم أو يتيمة له أو لغيره السوزن يتيم يالو سو يا راس ميهون وين بيلام ميهون عندنا بيناتون هلج يا يعني راس والجنو አባቱ ስለሞተበት የቲም ይሆናል ልጁ ማለት ነው። ወይ ደግሞ የቅርብ ቤተሰብ ይሆናል የራሴ ብሎ የሚያየው የቲም ይሆናል። አው ሊገይሪሂ ወይም ይሄ የቲም የሌላም ሰው ይሁን የሩቅ ሰው የባዳም ይሁን የቲም ነው ብቻ ልጁ ይህንን የቲም ወመን ካነ ዐንደሁ የቲሙን አው የቲመቱን ወንድ ወይም ሴት የቲም ወይም የቲማ ያለው ሰውና የተንከባከበው ሰው ማለት ነው። يعني لسو ملكا ميارك اللسو يعني وكلنا حلافنتون وسدو كفالاون وسدو يتنك باك بوسو كنت أنا وهو في الجنة هكذا أل يعني الناس بجنة لاي اندزيه النهونا لنا لو قوربيت النهونا لنا لنا ونصب أصبعيه ولتتاتو تشاتشون كان على الرب نبي عليه الصلاة والسلام وقرنهما አገናኟቸው አንድ ላይ አያይዟቸው እንደዚህ እንሆናለን ብለው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጎረቤት ይሆናል ይኔ ማለት ነው ብለው ጠቅሰዋል። ሐዲሱ ምንም እንኳን ሰነዱ ላይ ضዕፍ ቢኖረው ነገር ግን ይሰራበታል። ያኒ የሚሰራበት የሆነ ሐዲስ ነው ማለት ነው። እና የቲምን ራስ ማበስ ሰዋብ ያለው ነገር መሆኑ ከዚህ ሐዲስ ተጠቅመን ልንሰራበት እንችላለን። ያው በሸፈቃና በረሕማ ነው የቲምን ራስ ማበስ ሲባል፣ ያው ብዙ ጊዜ ሰው የልጅን ራስ የሚያብሰው በመራራት በማዘን ወይም ደግሞ ለማጫወት ብሎ ለማቅረብ ብሎ ነው የሚያደርገው። ያ ነገር ረሕማው ስላለ ሸፈቃው ስላለ አላህ አጅር ይሰጠዋል የሚል ነው። ወደ ቀጣዩ ሐዲስ እንሂድ። ቃለ ሐደሰና ዩሱፍ ብኑ ያዕቁብ አልቃዲ ቃለ ሐደሰና ሱለይማን ብኑ ሐርብ
قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح برأس اليتيم. إن حديث دمو سيدنا أبو هريرة نتشو رضي الله عنه إذا قوت نبي عليه الصلاة والسلام أن سومتون لها لاتشو ورساتشو زن سموتا لها كرب مدى من قسوة قلبه يلبون مدرك شكوى لأرق أرى لبيدرك والنشال النعب بلو ورساتشو يطيق كيزي ساتشو نهينا غينا قراتشو كيزي ملان بلا قروت مالت لبي بمن ملكون بلا سلسو لبي درك واسجرني يا لاشو كذي. فقال: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين. لبي بلا سلسك فلك دهاوتشن يتشجروا مسكينوتشن أبلا فأطعم المسكين مسكين أبلا رت يعني لا مسكين ما بلاه لبي أنا سلسال. وامسح برأس اليتيم يتيم تنقلات دمون دزيهم أبس يتيم الرأس أبسالوت نبيه عليه الصلاة والسلام. هي سندو حسن نو تبر عليه حديث مالثنا سندوه حسن نو تلو يتكسى حديثنا ضعيفا لنا لا مسكين بدها مبلات عندهم دقمو يأتي من رأس مبس قلب يالس اللسا الليين يعني يارقها الوالثنا. هي بولت بكل شفقة سلمينور المسكين يترى بين يتشكرا سو سنة بلو مرارات بيبان نغر وستأتشني مثالي يقيني لزيا سو عاطف رحمة بيبان نغر يمثال هي نقول البنية لسلسل يأتي من من دزيو مضاعفون أيثان دكامانتون أيثان بمرارات يمكن الله سنة بسو يلي بمدس لسيا سقيني اندي هندي يارا لبو بزيا يلي سلسل يزكا يري هيدا قصوة القلب ميبالو يلي بدركنا ميبالو نغر يهيدا بس سو هوني تشكرو بلب بمدركنا مواعظوش مكروت على سرع سبحان الله سوزن ما لثلو تأثير على رجالوت تنسنو على سادر به ميروث لبودر كون يرب مدانيثن لب ميرس لسو نجروت ما فلق على بسهم يعني كان هذا الرجاء بزيا ويباسبت يلا وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاس يعني كالبوت وستبت أنك الله يراك ميبالو يدرك لبنا والله يدبك كزي أبو حنا حرام اللي من الدافر ألا عليهم اللتال والعياذ بالله وانجل لمسراتيك ألا وال واجب لمتو منهم ما مثلو سو تنسلو سقلال بسو كجلا ما شغول ناسو ويبة لبجين ويبة من آمن سبحان الله لا يخجل أفرت مكوان هيا أنكوان هاي السموه لا سو سيهون لأراسو لا يخجل على نفسه يعني الله أزون لمن دنو يا الله انت زمان فنس امو يبانو نغر سميتو نايكا سكسو عند يميو دو سو ينزل ميسات او سو اني عارف اللي ميلو يبرر يروتر تكم لم يغني لات نغر بارت دو دنيا بي تكم لم يتايو تكم اندي هارك كالو اسر حالافيو اندي كالا رك كالو بدك بلو وريو لي فنس ميروتر يخالق اهتزازي الله سبحانه وتعالى تزاز الا تخجل من نفسك يعني أتفر من راسنا أتفر من أين السوني بلا هي يلب مدرك سبحان الله ملكته شنشته ولب ميلا سبلسنا قرقات لها قابل أنا أسكي حل مفلق لزي لب دركت سو سيام موكوك بيثيرا يعني أبزاني وسو مالت أبزاني وسو سيام مو يهون ملا يفلق أرى يهون نقر فلقوا لين يلا يهون نقر مكتر من آمن مالكو تين عدام من آمن يهون زنجبيلون متشا يا ميكبر كونه ما يهون كونه يباس بس ميكبر كونه ولكن بيتيرا عندي هون يالله عندي درسوا بنا إذا تأكل مش هسأتو سو زمدم دزي غور بيتي كتاب بي مكرا كزيا يباس بشتا يقبل بمدرك بشتا يقبل بمدرك بشتا يكبر بشتا والله يطبق واجب إن يستو حرام إن تدافر ميارك بشتا والعياذ بالله إيه لو كبر يعني أكو صبر ميارك تحمل ميارك لا الله بلو أجر من يقين بس يا أكل مشينا يلي بمدرب من بارو مشتا قد كبار الله يطبق لنا لباش بيرك ما تنقل عندي هنا نقل شعور من يرد ميسا موصو للبو علاج ما فلق مدان يتمن دلنو
ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የመከሩ ምክሮች አሉ። ዒላጅ ቁርአንን መቅራት፣ አላህን ማውሳት ከተደቡር ጋር እያስተነተኑ አላሁ ተዓላን ማውሳት፣ መቃብር ቦታዎችን መጎብኘት፣ መዘየር በተፈኩር እኔ ነገ እዚህ እመጣለሁ፣ ያ ሁላ ነገር ጥዋለሁ ጥዬው ነው የምመጣው። እንዲህ መዋሽላት፣ ዱንያ ማጭበረብራት፣ ወልዕያዝ ቢላህ ሰዎችን ማጭበረብርላት፣ እኔ ጋር እንድትመጣ ብዬ ምሮጥላት ዱንያ፣ ከሰው ጋር የምጣላላት ዱንያ፣ መዋሽባት ዱንያ፣ ወልዕያዝ ቢላህ ነገ ጥያት ወደዚህ እመጣለሁ፣ እዚህ ከገባሁ በኋላ ስራዬ እንጂ ላያዋጣኝ የሚል ተፈኩር እንዲመጣለት ያደርገዋል። እና እንዲህ አይነት መላይቶችን መፈለግ ይጠበቅብናል። ይህም በባሁን ባልጨርስ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንቀጥለዋለን። ሰዓት ረቡ ጠብቁል። አልሐምዱሊላህ ወሰለላሁ ወሰለም ዐላ ረሱሊላህ أما بعد فيقول الحافظ الطبراني حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد عن زرارة بن أوفى عن مالك بن عمرو أو عمرو بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضم يتيما بين أبوين مسلمين حتى يستغني فقد أوجب الله له الجنة البتة. هي حديث مالك بن عمرو ويمدمو عمرو بن مالك نو إذا كبوت إلى اللو شك أن لبت زيلي أن النبي عليه الصلاة والسلام من ألو من ضم يتيما بين أبوين مسلمين سند لي زرارة بن أبي أوفى من الله عند المسخوش لي زرارة ابن أوفى يميلنو يعلو هنا من لألو نبياتنا عليه الصلاة والسلام من ضم يتيما بين أبوين كبهولت أباتنا الناتوش مهل يتيمنا بتطور النسو يستقى سوما لثنا يعني أباتنا النات وللنسو يتيمن يستقى سوما يعني داي قول لبت ያ ልጅ በአባቱ በኩል የሚያገኘው ነገር እንዳይጎልበት ወደ እነሱ ያስጠጋል። ሙስሊመይ ሙስሊም የሆኑ በዚህ መልኩ ተተረጉሟል። ማን በሚል በይነ በሚል ማን ሚለውን በይነ በሚል ንስኻ ማለት ነው። ማን በሚለው ከቀራ ነው ማን ضم يتيما من ابوين مسلمين يعني ከሙስሊም እናትና አባት የተወለደ የቲምን ወደ ራሱ ያስጠጋ ሰው يتيمن ولا راسه يستقصر من عندي هون حتى يستغني براسه مسكين قاقا درس بمعنى راسه مسكين مسكين درس لا كلام اندرسو راسه مسكين درس ولا راسه يستقصر كمسلم الناس ان ابات يتولدن يتيم فقد اوجب الله له الجنه البتة الله سبحانه وتعالى الذي سو جنه بارقد አውጅቡ ለታል አረጋግጦለታል ይላሉ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አንዳንድ ትንሽ ብለን እንሰራቸው ስራዎች ነገር ግን ምንዳቸውና ሰባባቸው ትልቅ ሆነው እናገኛቸዋለን። ልክ የቲምን ከፋላ እንደማድረግ አንድ የቲም ራሱን እስኪችል ድረስ ሙሉ ለሙሉ ሲብቃቃ ድረስ يعني ራሱን እስኪችል ድረስ ተንከባክቦ አብሮት ያቆየ አመታት ሊሆን ይችላል ሶብር ያስፈልገዋል። ኢላህ ብሎልክ እንደ ልጅ አድርጎ የተንከባከበ ሐቁን እየጠበቀለት ገንዘብ ካለው ገንዘብ ሳይበላ በحق ያወጣለት ራሱን እስኪችል ድረስ ካደረሰው الله سبحانه وتعالى በቁርط ጀነት ያስገባዋል። አልበተ يعني በቁርط ጀነት ይገባል ነብያችን عليه الصلاة والسلام። قال ابو القاسم هكذا رواه سفيان هذا الحديث عن مالك بن عمرو او عمرو بن مالك بالشك والصواب مالك بن عمرو القشيري. أبو القاسم الطبراني نهجه أبو القاسم من أهله سفيان بزي ملكون أبوهين الحديث يذكرون سندوا لي عن سفيان بلنا لنا سفيان بزي ملكون أبو سندوا ستأكسوا من بلو عن مالك بن عمرو أو عمرو بن مالك بشكل إذا يتأكسوا ويك مالك
ኢብን ዓምር ወይም ደግሞ ከዓምር ኢብን ማሊክ ነው የተዘገበው ብለው በሸክ መልኩ ጠቅሰውታል። ወሰዋቡ ማሊክ ብኑ ዓምር አልቁሸይሪ፣ ትክክለኛው ሰዋቡ ይህ ሐዲስ የዘገቡት ይህንን ሐዲስ የዘገቡት ሰሓበይ ማሊክ ኢብኑ ዓምር አልቁሸይሪ ናቸው እንጂ ዓምር ኢብኑ ማሊክ ሳይሆኑ ማሊክ ኢብኑ ዓምር አልቁሸይሪ ናቸው። ሰዋቡ ይሄ ነው። ሱፊያን ግን ስለተጠራጠሩ የትኛው ናቸው የሚሉት ማሊክ ኢብኑ ዓምር ነው ወይስ ዓምር ኢብኑ ማሊክ ነው በሚለው ላይ ጥርጣሬ ሲያድርባቸው ባለበት መልኩ ዘግበውታል እንደነበረ በሸክ ማለት ነው። ወይሄኛው ወይሄኛው ነው ብለው ያው ለሸክ የገባበት ሰው ለአማና በዚህ መልኩ ይጠቅሳል። ወይ እንዲህ ነው ወይ እንዲህ ነው ያለው፣ ከሁለት አንዱ ነው ያለው። እኔ ጀዝመን ይሄን ያለው ብዬ መደምደም አልችልም በውስጥ እርግጠኛ ስላልሆንኩኝ። በውስጥ እርግጠኛ ያልሆንኩበትን ነገር ለሰው እርግጠኛ እንደሆንኩኝ አስመስዬ አልናገርም። ሸክ እንዳለበኝ ለሰው እናገራለሁ፣ ገልጻለሁ። ከዚያ በኋላ ይህንን ሰነድ የሚመረምሩ የሚፈትሹ ሰዎች ደግሞ ሲያገኙት አንተ ሸክ አድርገህ ገልጸሃል፣ ሰዋቡ ግን ይሄኛው ነው ብለው ልክ ጦበራን እንዳደረጉት ሰዋቡ ትክክለኛው ማሊክ ኢብኑ ዓምር ናቸው አልቁሸይሪ የሆኑት ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ሐዲስ እንሂድ። ቃለ ሐደሰና ጃዕፈሩ ብኑ ልፈድል አልሙአዲቡ አልሙኸሪሚ ቃለ ሐደሰና ዓብዱራሕማን ብኑ ማሊክ ኢብኒ ሸይበ አልሒዛሚ قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي عن عبد المجيد بن أبي عبس ابن جبر الأنصاري عن أبيه عن جده أنه قال وقف غلام على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال السلام عليك يا رسول الله إني غلام يتيم مسكين وإن لي أما أرملة مسكينة فآتنا مما آتاك الله مد الله لك في الرضا عنك حتى ترضى فقال يا غلام أعد علي كلامك إنك لمقول على لسانك ملك في بعض النسخ إنك يقول على لسانك ملك هكذا الصور فأعاد كلامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلموا مما في بيت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بحفنة نراها أكثر من ملء الكف وأقل من ملء الكفين فقال خذها يا غلام ففيها غداؤك وغداء أمك وأختك وعشاؤك وأمك وأختك وسأعينكم على ما فيها من دعاء وخرج حتى إذا كان بباب المسجد لقيه سعد بن أبي وقاص فمسح على رأسه فلا أدري أعطاه شيئا أم لا ثم جاء سعد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أرك حين لقيت الغلام مسحت على رأسه؟ قال بلى. قال فإن لك بكل شعرة مرت يدك عليها حسنة فمن هنالك يستحب المسح على رأس اليتيم. سبحان الله. الله من سلام بس يعني حديث مثلا تكامي هنا حديثا عند الصحابي أبو عبس يعني ابن جبر الأنصاري كعباتاتشو نمي زقوت يعني عبد المجيد ابن أبي عبس ابن جبر الأنصاري كعباتاتشو عباتاتشو نمو كآتاتشو يعني كجبر نمي زقوت مالاتمي. قال منارو يعني الصحابي وقف غلام على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند لج تباكي هنا لج يعني الله كلمة أن يعني الرسى لج مسجد سكومة ከዚያ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መስጂድ ውስጥ ባሉበት ጊዜ ቦታ ላይ ነው ጊዜ ላይ ነው እዚያ ጋር ቆመና እሳቸው ጋር ቀረብ ብሎ ምን አለ ፈቃል ያኒ ዓለ ነቢይ ሲባል ነቢዩ ላይ ወጣ ማለት አይደለም ዐንደ ነቢይ ማለት ነው ወቀፈ ጉላሙን ዓለ ነቢይ ማለት ወቀፈ ዐንደ ነቢይ ነቢዩ ዘንድ ቆመ ማለት ነው ይህ ልጅ ፊ ልመስጂድ ፈቃል አሰላሙ ዓለይከ ያ ረሱለላህ አላቸው أنتو يا الله مكتنيا السلام عليك بلو سلام تقرب الله شونا من على إني غلام يتيم مسكين أني يتيم هم كن مسكين هم كن ده تشكركم هم كن لجنة
وَإِنَّ لِي أُمَّنْ أَرْمَلَهُ الناتي لمو بالبيتوى المتبات يعني عباتو موتى مالت بالبيتوى موتى مالت نور إلا مالا قباتشم نا أرملاه يونج قال موتى يونج سيتنا جناتي مسكينة دهانة شكرنية مسكينة فآتنا مما آتاك الله الله كسطوت نقر رنيا مستونا بلو على الشوية لجي كزمنا مد الله لك في الرضا عنك حتى ترضى الله سبحانه وتعالى وديتاون ارسو اسكي ودرس اسكن بلو تسكي الدسة ودرس يا بزار لوت يا رزم لوت يا اسفار لوت رضا بلو على الشو فقال يا غلام نبي عليه الصلاة والسلام ما أنت لجبت أعد علي كلامك أهون يركو النقر دقم اللي نبت إنك يقول على لسانك ملك عند النسخة وش لي لم أقول يمين الله نقر كن صباح ويهنا إنك يقول على لسانك ملك يعني إما لا سهلي ملك ملائكة إنا قرر يعني ملك نو إن ترون القرر تناقر قال لي على الرجل اللي مالت يعني أنا نسويت جالي من ذي ملائكة وترون إن قرر ميار الواتش مالت نو نا من أسرائي ملائكة إن قرر سيرون النبي عليه الصلاة والسلام يعني ترون القرر تناقر من أسرائي قال لي على رجل الله عليه ملك ملك أمر نقر نقر وسلت دس سلالة جمال النبي عليه الصلاة والسلام هنا قلت فأعاد كلامه نقرون دقمه هي يتيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام من أرو شر نبي صلى الله عليه وسلم عزان نبي هلموا مما في بيت آل رسول الله يا الله هذيك تنيا بيت است يا للنقر أمتو بلا وززو يعني يا الله هذيك تنيا بيت سوش بيت است يا للنقر أمتو لي بلو عززو بيت أتشوز وقرب لو فأتي بحفنة الذي أنت حفنة بعد ذي بيتفس يأكل عند فني متون إذا ولا شومت أو جنزم فرآها يم النسخة الذي لي صوابون يعني تقول النسخة لا يعلو نراها أكثر من ملء الكف كعند ملاف كميمولا يبلتال يمير نجمتال نقر جن وأقل من ميل الكفين هنا مداف جن ما يمولان يعني ما تعو نقر كعند مداف كعند فس يبل تر بعد بعد نج كم يكون التر وكم يتفس ويبل تر نقر جن هنا مداف يكر جن أي مولان كذا يعني نسنا يعني أمد تقول أشجو فقال خذها يا غلام من أروث الذي لج أنت لج إن كان هنا يزهيد أروث نبيه صلى الله عليه وسلم يعني مجرم ليه نشلال تيمر ليه نشلال أفسر يسطو تيال لو نقر الجاش ولا يقن يوت النقر ففيها غداؤك وغداء أمك وأختك الزين وسط لأنتم لأناتهم لأهتهم أهت من أبارو هي يتيم لج لا غداء شوي هنا غداء ميبارو كالظهر في ثمي بلا مجرم يعني يبلت وعطو كفلس كالظهر درس بعمله ساعات يبرر له مقل وغداء يبرر يعني مساء من اللون شغالة مساء لمساء شو لأنتم لأناتهم لأهزهم وعشاؤك راتب دمو لأنتم وأمك يعني لأناتهم من دزيه رات وأختك لأهتهم رات يمي بكاء الزلاء على أرض نبي عليه الصلاة والسلام عند فسنا عند ذي بعد نجيب التافسنا ولت ملاك ما يمولد كزيان من قالت وسأعينك على ما فيها من دعاء زينا يبعد لنا قدموني بدعاء لهم أجزاء الوارد أجزاء الشهر له سأعينكم أنت من ناتنا ما يتنم بدعاء لهم أجزاء الشهر له قالت نبي عليه الصلاة والسلام يا الله شون نقر يمت الله شون سدو وخرج حتى إذا كان بباب المسجد كزا وطولك يبيتو دجا يمسجد دجافلي يمسجد دجافلي سيدرس لقيه سعد بن أبي وقاص سيدنا سعد بن أبي وقاص أجنوت ساتو يمتو نبرز أجنوتنا فمسح على رأسه شنق الله ثم أبسط سعد بيتي من هنا وكوال فلا أدري أعطاه شيئا أم لا يا حديث زقابي يوم نقر ساتوت ويسار ساتوت مش على وكبر
ነገር ግን ጸጉሩን አብሰውታል ሰዓድ ናቸው ያበሱት። ثم جاء سعد حتى جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا سعد جابونا نبي زند طغاب لو تقمطوا يعني يا الله مثلني من ابو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم ارك حين لقيت الغلام مسحت على راسي ايهن جاءنيو كذي صقمنا ابسه والله لا يجهل استابسه ولا لا قال بلى او ابشوالو صقمنا جنكلات من راسنا ابشوالو አልዋቸው። قال فان لك بكل شعره مرت يدك عليها حسنه الله اكبر لانتكو اجه يعرفبت يدي من صقر لك بزي قطر لك الله حسنه يسطح لانت هي حسنه الله يعني شفقه باذنت بمراره سلابسوت ايهنن بلاو قالواቸው لسعد بن ابي وقاص كزي ابو هلال منالو فمن هنالك كزين حديث الناك مساسلوت له من يتوسلوا يستحب المسح على راس اليتيم يتيم الراس ما بس مستحب اندهونا ميودد اندهونا يتوسلوا كزي نو نبي عليه الصلاه والسلام كتناقروت لو يلالو اونتنيا يتيم حق من نوطا يتيم من نكباكب سوت الله يدرغن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.